الطامة الكبرى في كل هذا هو أنه حميدة بعد ما خرجت من الحبس وهي طلقاتك في الحبس ودات الدار وحرمتك من الدراري، أنت غير خرجت رحت تجري، عشت معها تحت سقف واحد. وهي ماشي مرتك. هذه الغلطة الكبيرة اللي درتها، أنا راني ندم عليها بصح الحمد لله اللي ربي كما نقول وراني الطريق. خرجت من الحبس جيت للدار، حكوا لي الدار قالوا لي لو كان تروح لها الوالدة قالت لي نعطيك دعوة الشر. هكذا قالت لي نعطيك دعوة الشر. كانت عندي واحد الأرض في متليلي باعوها تعورت قعدت لي 30 مليون. رحت جبتها وجيت أنا وخويا، داني وصلني بكروسة جبتها وجيت درتها في جيبي. قالت لي الوالدة قالت لي ما تروح لهاش، خويا قالوا لي ما تروح لهاش، قالوا لي شوف نزوجوك نديروا لك الدار نعطوك راس مال ونشروا لك طوموبيل. وانت قلبك عندها؟ خوتي وانا قلبي عند ولادي، قلبي عند ولادي مش عندها. انا راحت من اللي دارت لي الضربه هذيك الحبس خلاص عند ولادي نستنوك تشوف بشرى وهدى وعبد الفتاح. ما عرفتش كيفاش راح ندير خلاص. جاتني بنتي بشرى هنا كلمتها الوالده قالت لها ولاد وبعثت لي الولاد جابهم واحد من الطاكسي ومن بعد تم قالت لهم اطلعوا. قعدت بشرى باتت معايا هنا بدات تحكي لي المشاكل ومنها اللي فاتت ومنها. هضرت مع ما قلت لها لولادي لم زوجتي على جال ولادي، نعاود نرجع زوجي على جال ولادي مهما دارت دبر راسها. و 30 مليون هذوك؟ 30 مليون دوك نحكي لك 30 مليون. روح قالت لي الوالده ما تروحش، هزيت قشي ورحت بلا ما نقول للوالده. قعدت مع ولادي تم كان قشي اللبسه تاعي دايره في ساكادو والقش هذا قعد في الساكادو حتى النهار اللي خرجت من الدار ما دارتوش في الخزانه ولا في بلاصه. نقول له على قشي راكي معاك، نقول له خذ ريفيه، تقول لي والو راك قاعد لولادك عقد الزواج كانت وقت فاتت الاخر العقد. قلت لها يلا نعقدوا، قالت لي ما نعقدش. قلت لها راهم ولادي، قالت لي ولادك راك قاعد المماليك راك قاعد معاهم، ما نطقش نقعد معاك في تحت سقف واحد ولادي معاهم وانت ما كاينش زوجتي. بصح وداركم ودارهم كيفاش قلت لهم راك عايش معاهم؟ قلت لهم راني فتحت كذبت. كذبت عليك؟ كذبت وهي كذبت، هي اللي كذبت قبل دارهم وانا قلت لدارنا فتحت وكذبت. نقول لك بكل صراحه كانت نيتي معايا انت ولادي، كنت كل يوم بوسي فيها باش نرجعها مع الاولاد. انا المشكل تاعي وين ولادي برك؟ نحوس نعيش راجل ومرته وولاده. دركا هي واش قالت؟ قالت تعبت 10 سنين على جال ولادي وما لقيتش ورحت للناس وكانوا يمدوا لي ومن هناك بصح كي خرجت انا قال لك القفه اللي ليها ودنين يرفدوها اثنين. دركا علاه نشد من جهه وتعاودي تطلقيتي من جهه؟ ما جاياش. قالت لي دبر راسك انا ولادي هذه هي ولادك راك قاعد مع ولادك دبر راسك. 30 مليون قلت شريت لولادي قش ليكم وشريت لهم الاخر شريت لهم كل شيء وشريت لها هي ثاني. دار معمره دارها فيها كل شيء. قشي اللي كان عندي في الدار داته كاع عندها وزادت شريت باعت حوايج وشريت وزادت عمر الدار. عدت بمفاتيحها في الدار كانها راجل ومراه، عدت كانها راجل. خطيك تقول لي خلاص روح، تقول لي روح عيش حياتك، انا باغي نعيش حياتي. قلت لها الا كان راجل في حياتك قولي لي نعرف يعود عندي شويه كرامه نروح نفهم روحي نروح عادي. قلت لي ما كاش راجل. قلت لي وين تمشي معاه؟ قلت لها بصح علاه باغي تعيشي وحدك مع الاولاد ونفرقوا ولادنا نتلموا خير نلموا ولادنا علاه؟ هم هما ضحيه راكي تقولي بلي تعبت عليهم 10 سنين. انا ثاني خرجت ثاني 10 سنين راه قلبي مقطع على ولادي. ما بقاش 30 مليون شريت للدراري شريت لهم بورتابلات باش قالت لي نحفظوا بهم ومنا وانا ما نعرفش انا 10 سنين تبدل كلش تكنولوجيا تبدل ما عرفتش. شريت لهم طاحوا قريب 10 ملايين ايفون كانوا بهم ايفون. شريت لها كيمينيس شريت لها قش في الدار شريت لها قش كبير شريت لها صرفت مصروف قدرت 30 مليون قدرت